السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين رقم 1 من سلسلة تمارين درس معادلة مستقيم. الهدف من التمرين رقم 1 هو معرفة كيفية تحديد المعادلة المختصرة للمستقيم مار من نقطتين معلومتين. إذا بشكل عام نأخذ واحد النقطتين. إذا لتحديد معادلة مستقيم مار من النقطتين أو ب، فنحن أمام حالتين. الحالة الأولى هو من تيكون عندنا الأفصول ديال A يخالف الأفصول ديال B، أي أن XA تخالف XB. في هذه الحالة معادلة المستقيم AB تكتب على الشكل Y يساوي MX زائد B. M و B هما عددان، يمكن لي ندير MB، يمكن لي ندير AC، يمكن لي ندير أي عددان. إذن M كيتسمى الميل أو المعامل الموجه، و B كيتسمى الأرتوب عند الأصل، أي الأرتوب عندما X تساوي صفر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية هي من تيكون عندنا الأفصول ديال A تساوي الأفصول ديال B، إذن نقطتان لهما نفس الأفصول. في هذه الحالة المعادلة ما كتكتبش على هذا الشكل هذا، بل المعادلة ديال المستقيم AB تكتب على هذا الشكل X تساوي XA أو XB. إذن لتحديد معادلة مستقيمة مار من نقطتين فتكون عندنا جوج ديال الحالات. الحالة الأولى هو عندما يكون الأفصول ديال النقطة A يخالف الأفصول ديال النقطة B، في الحالة المعادلة كتكتب على الشكل Y تساوي MX زائد B. في الحالة الثانية ممكن يكون عندنا للنقطتين نفس الأفصول، فالمعادلة للمستقيم AB تكتب على الشكل X تساوي X. إذا احنا غنشوفو مثالين تطبيقيين وغنشوفو كيفية تحديد المعامل الموجه والأرسوب عند الأصل. إذا نبدأ بالحالة الأولى، لدينا معادلة المستقيم. إذا لنحدد معادلة المستقيم AB بحيث إذا عندنا A وعندنا B، إذا أول حاجة كنشوف الأفصول ديال A اللي هو جوج والأفصول ديال B. إذن هنا XA تخالف XB، عندنا جوج وعندنا ناقص 4. إذن لدينا XA تخالف XB، إذن معادلة المستقيم AB تكتب على شكل إذن AB نقطتان Y تساوي MX زائد B. إذن M هو الأرتوب أو هو الميل، أي المعامل الموجه. إذن M تساوي ماذا؟ M تساوي الأرتوب ديال A ناقص الأرتوب ديال B على الأفصول ديال A ناقص الأفصول ديال B. أو لنديرو الأرتوب ديال B ناقص الأرتوب ديال A على الأفصول ديال B ناقص الأفصول ديال A. إذن كندير فرق الأرتوبين على فرق الأفصولين. إذن YA هي ناقص 5، YB 1، إذن ناقص 5 ناقص 1، XA 2 ناقص XB اللي هي ناقص 4، إذن ناقص ناقص 4. إذن ناقص 5 ناقص 1 تساوي ناقص 6، 2 ناقص ناقص 4 يعني 2 زائد 4، إذن هي ناقص 6 على 6، نختصر بالعدد 6 يبقى ناقص 1. إذن M أي الميل تساوي ناقص 1. إذن المعادلة ديال المستقيم AB تكتب على الشكل Y تساوي، إذن M كنعوضها بناقص 1، إذن ناقص X زائد B. إذن بقى لنا نحدو الأرتوب عند الأصل. إذن كيفاش كنحدد B؟ كناخد إما A وإما B. إذن A تنتمي إلى المستقيم AB. ماذا يعني؟ يعني أن إحداثيات A تحقق المعادلة، أي أن YA تساوي ناقص XA زائد B. أي إذا كنعوض، إذن YA هي ناقص 5، خصني ننتبه باش من نخلطش ما بين الأفصول والأرتوب.
إذن إغريك هي الأرجوب تساوي ماذا؟ تساوي ناقص إكس أ أي ناقص إثنان زائد بي. إذن بي تساوي إذن ناقص إثنان كنديها الطرف ديال ناقص خمسة غترجع زائد إثنان يعني ناقص خمسة زائد إثنان تساوي ناقص ثلاثة. وبالتالي معادلة المستقيم أ بي تكتب على هذا الشكل إغريك تساوي ناقص إكس زائد ب اللي هي ناقص 3. إذن هذه معادلة المستقيم AB. ندوزو للحالة الثانية. إذن لنحدد معادلة المستقيم AB بحيث إذن عندنا النقطة A والنقطة B. إذن دائما قلنا كنقارنوا الأفصول ديال النقطتين. إذن لدينا إذن هنا الأفصول ديال A واحد والأفصول ديال بي واحد يعني أنتم نفس الأفصول. لدينا إكس أ تساوي إكس بي. إذن هنا الطريقة سهلة وبالتالي المعادلة كتخرج بسهولة. إذن معادلة أ بي هي إكس تساوي ماذا؟ تساوي إكس أ وإكس أ هي واحد. إذن هذه هي المعادلة ديال المستقيم AB.